في المؤمن بين التخلي وبين التخلي وبين التجلي. بمعنى يعني ساعة يرى الأرض تتنكر له بأكملها، وساعة يتصل بالله يرى رحمته وقدرته وقوته وحلمه ووعده للمؤمنين. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم قانون، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن في مغزى دقيق جدا من كلمة واحدة: يعبدونني. فإذا أهملنا العبادة تخلى الله عن وعوده الثلاث. يعبدونني أن نتحرك. قد يفهم عامة الناس العبادة صلاة صوم حج زكاة، هي عبادات شعائرية. أما العبادة الحقيقية في منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. فإذا خضعنا لمنهج الله في تفاصيل حياتنا، في كسبنا، في إنفاقنا، في اختيارنا لزوجاتنا، في تربية أولادنا، في علاقتنا مع الآخرين، في اختيار حرفة ترضي الله عز وجل، إذا انطلقنا في بنود لا تنتهي من طاعة الله، عندئذ يتولى الله حفظنا ونصرنا ورعايتنا.